معاكم مس أيمن سعيد، والنهارده إن شاء الله هنشرح درس مهم جدا مناسب لولي أمر أو كان شخص عايز يتعلم لغة فرنسية أو كان طالب لسه مبتدئ. النهارده إن شاء الله هنشرح مع بعض حروف هجاء اللغة الفرنسية، اسمها بالفرنساوي ألفابي فرنسي. ألفابي فرنسي، ومعنى ألفابي فرنسي معناها حروف هجاء اللغة الفرنسية. أنا عندي في اللغة الفرنسية الحرف الكبير بسميه ماجوسكيل، 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 يبقى الحرف الكبير اللي هو في الإنجليش يعني كابيتال بسميه حرف ماجوسكيل. طب الحرف اللي هو سمول أو صغير بسميه حرف مينوسكيل، 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 يبقى ماجوسكيل ومينوسكيل. طيب عندي أول حرف آ، آ زي كلمة ألبوم، آ ألبوم. بي بالكون، بي بالكون. سي سينما، سي سينما. دي دي دكتور، دكتور. إيه إليفون، إيه إليفون. أف أف فوتبول، أف فوتبول. جي زي كلمة جيلي، جي جي لي. أش أش زي كلمة أم، أم. وعلى فكرة حرف الأش في أول الكلمة لا ينطق، أش أم. رجل إنترنت، إي إنترنت. جي جي جيب. كا كا كاراتي، كاراتي. ال 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 لامب، لامب. ام ام ان ان زي كلمة نمبر. او او اوبيرا، او بي را. بي بي بلاج. كي كي زي رقم 4، 4 4. ار ار مش ار، ار راديو، راديو. اس اس سالون. ت ت تاكسي، تاكسي. اي اي انيفورم، انيفورم. في في فاز، فاز. دبليو في، دبليو في معناها يعني اتنين في، دبل دبليو في زي كلمة ويك اند، ويك اند. اكس اكس زي اكس تليفون، اكس تليفون. اي جريج، اي جريج. يوغا، يوغا. زد زد زود. كده خدنا حروف اللغة الفرنسية، وطبعا زي ما تعرفين ان حروف اللغة الفرنسية تتكون من 26 حرف، 6 حروف فويل، فويل، و20 حرف كونسون. يبقى عندي 6 حروف فويل و20 حرف او الباقي كونسون. طب ايه الحروف المتحركة او لتر فويل؟ لو لتر فويل اللي هي الا
أ إي أو إي إيجريك، ست حروف طفيات. طب الأش، الأش حرف ساكن لكن يعامل معاملة الحروف المتحركة، والأش ده حرف غير منطوق، زي أوتيل، زي أوتيل، وزي كلمة أوتيل وأوبيتال. أوتيل هنا فيها أش، والأش هنا غير منطوق، وزي كلمة أوبيتال، ومعنى أوبيتال يعني مستشفى. أتمنى إن احنا نسمع الحروف أكتر من مرة عشان يعني نتعود عليها ونتدرب عليها. أوروفار، كان معكم مساء سعيد، وانتظرونا إن شاء الله في فيديوهات قادمة، وهنشرح سلسلة كبيرة من سلسلة تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين.